إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا والجزء الثالث في الرد على الصوفي الرافضي المدعو حاتم الشريف، ونخصص هذه الحلقة في دفاعه عن الإخوان المسلمين، التنظيم الإرهابي الخارجي. ويزعم هذا الدكتور حاتم بأن منهج الإخوان غير باطل، بل ويطالب من السلفيين أهل الحق أن يعتذروا للإخوان المسلمين لأنهم بدعوهم وضللوهم كما زعم هذا المدعو. ونشاهد المقطع ثم نعلق. الديمقراطية كانت كفر عند السلفية، وكانت منهج طاغوتي، ووضع كل الأوصاف القبيحة في الديمقراطية، احتكام للبشر، والرضا بأن يكون معك حزب بالليبرالي وحزب كذا، وله صحفه وله وسائل إعلامه. هذا كانت مسألة غير مطروحة للنقاش أصلا. فجأة خلال أسابيع، إن لم تكن حتى أقل من أسبوع، أصبح هذا أمر مقبول، وأصبحنا نقرأ لبعض السلفية من إخواننا في مصر أن الديمقراطية لا تعارض الشريعة. والمشكلة أنهم لا يريدون أن يقولوا أنه هذا تغير اجتهاد. يا أخي ما في إشكال، قول أنا أخطأت واعتذر. أنا هذا مهم عندي، أعتذر للذين كنت على مر عشرات السنين تصفهم بأنهم ميعوا الدين وكذا، وأنهم دخلوا في فكرة كفرية وتتهمهم في أديانهم كإخوان مسلمين مثلا، الذين كانوا يتهمون من السلفية بهذه الأوصاف. نعم، فيطالب هذا الدكتور السلفيين بالاعتذار لجماعة أو حزب الإخوان المسلمين. وهذا فيه مسائل. المسألة الأولى أن هذا الدكتور وهو سعودي قد أغفل التصنيف الذي صنفته المملكة العربية السعودية، وفقها الله سبحانه وتعالى وحرسها، بأن صنفت جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا ضالا منحرفا مضلا. فالنقطة الأولى، الدكتور حاتم أغفل هذا التصنيف الذي صنفته المملكة العربية السعودية، وهو يخالف بذلك حكومته ودولته قاطبة، ويعترض عليها ضمنيا لأنه يطلب من السلفيين أن يعتذروا للإخوان المسلمين كما سمعت من كلامه الآن، لأن السلفيين قد ضللوا وبدعوا الإخوان المسلمين. وهذا أمر خطير وتهديد لأمن المملكة العربية السعودية، بلاد التوحيد، التي ندعو الله سبحانه وتعالى صباح مساء أن يحفظ حكامها وشعبها وعلماءها. وهذا دين وليس نفاقا ولا تقربا لأصحابها، وإنما تقربا لله سبحانه وتعالى، لأننا نعتقد جازمين أن الدفاع عن المملكة العربية السعودية دفاع عن الإسلام، لأنها بلد الحرمين ومهبط الوحي، وبها ما بها من معالم وثوابت الدين الإسلامي، وهي التي تحرس الإسلام في بلادها وفي بلاد العالم بعد الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل ما زال يطالب بالاعتذار للتنظيم الإرهابي، تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، وهذا أمر عجيب. وهذا الرجل أيضا يخون المملكة، بلاده التي ربته ورضع من ثديها وأكل من خيرها، وما زال يخونها ويخالف بلاده بأن ذهب إلى مؤتمر الشيشان. قدم المعقب لهذا البحث في مدة 10 دقائق، وهو فضيلة الشيخ الشريف حاتم ابن عارف العوني، فليتفضل مشكورا. الذي أقامه الصوفية والإخوان المسلمون بالتعاون مع الرافضة دولة إيران،
وغيره من أعداء الإسلام وأعداء المملكة العربية السعودية. وما أقيم هذا المؤتمر في الشيشان إلا لضرب الإسلام والتوحيد والعقيدة الصحيحة وضرب عقيدة المملكة العربية السعودية التي هي أساس نهضة المملكة، لأن السعودية ما نهضت إلا بالتوحيد، وما فتح الله سبحانه وتعالى عليها هذا الفتح العظيم أمنا وأمانا واطمئنانا ورزقا رغدا واسعا إلا والله بسبب دعوتهم وحفاظهم على العقيدة الصحيحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده رضي الله عنهم أجمعين وتابعوهم، ثم الأئمة من بعدهم، ثم دعوة الإمامين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. فأقيم هذا المؤتمر في الشيشان لهدم عقيدة المملكة العربية السعودية. وما كان من هذا الدكتور حاتم إلا وأن ذهب وشارك في مؤتمر هدم عقيدة المملكة العربية السعودية. المسألة الثانية طلبه للاعتذار لحزب الإخوان المسلمين، التنظيم الإرهابي المنحرف، فيه دليل واضح لا يحتاج إلى كثير كلام بأن الدكتور حاتم يعتقد أن منهج الإخوان منهجا صحيحا، يعتبر منهجا صحيحا لا غبار عليه ولا شك فيه. والحقيقة من كتب جماعة الإخوان خلاف ذلك. أولا، جماعة الإخوان المسلمين تكفر أو قبل التكفير تسب الأنبياء والمرسلين. هذا الكتاب هو كتاب المنظر الأول والداعي الأكبر لمنهج جماعة الإخوان المسلمين الذي لا منازع له بذلك، وهو سيد قطب. كتاب التصوير الفني في القرآن طبعة دار الشروق لمؤلفه سيد قطب، يسب فيه الأنبياء، وأضرب مثالا واحدا خشية الإطالة، سبه قبحه الله لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام في الصفحة 200، يقول: لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصب المزاج. وأيضا يقول بعد كلام وهنا عن موسى عليه السلام: وهنا يبدو التعصب القومي. ويقول أيضا عن موسى عليه الصلاة والسلام: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الآية، قال معلقا عليها: عودة العصب في سرعة واندفاع. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دفاعا عن أخيه موسى عليهما الصلاة والسلام، قال: رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وأيضا سيد قطب المنظر الأول والأكبر لجماعة الإخوان المسلمين في كتابه في ظلال القرآن لسيد قطب، هذا الكتاب الذي يمدحه جميع مشايخ وأكابر الإخوان المسلمين قبحهم الله حيثما حلوا، كتاب فاشل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، في الجزء الثاني الصفحة 1057 يكفر سيد قطب كل المسلمين على وجه الأرض، جميع المسلمين. ومن هنا خرجت الجماعات التكفيرية التي تفجر وتقتل وتغتصب وتفعل ما تفعل من هذا الكتاب وغيره من كتب سيد قطب. قال سيد قطب مكفرا جميع المسلمين على وجه الأرض، قال: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية،
وعادت البشرية إلى مثل هذا الموقف الذي كانت فيه يوم تنزل هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم جاءها الإسلام مبيناً على قاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى أن قال: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله. يقول: البشرية بجملتها جميع البشرية بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع، وهؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبين لهم الهدى ومن بعد أن كانوا في دين الله. وكلامه كثير في التكفير، كل هذه الكتب لسيد قطب محشوة ومليئة وتنضح بتكفيره لجميع المسلمين، ويأتي المدعو حاتم الشريف ويطالب بالاعتذار لجماعة الإخوان المسلمين وعدم تضليلهم وعدم الرد عليهم لأنه منهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وسئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى عمن يثني على أهل البدع، أهو منهم؟ قال: هو شر منهم. أما المسألة الأخرى وهي افتراؤه على السلفيين بأنهم أباحوا الديمقراطية بعد أن كانوا يحرمونها، هذا كذب من هذا الدكتور، والكذب ليس بجديد ولا بغريب عليه، لأن السلفيين عقيدتهم واحدة منذ السلف الأوائل إلى يومنا هذا، ولم يتغيروا لا في الديمقراطية ولا في غيرها. فالديمقراطية كفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا يعلمه صغار السلفيين فضلا عن كبارهم فضلا عن علمائهم، لأن الديمقراطية تحكي عن نفسها بنفسها بأنها هي الكفر. فالديمقراطية حكم الشعب للشعب بالشعب، وهي تعني حكم الأغلبية. أما الإسلام الذي يعتقده السلفيون بما كان عليه السلف الأوائل، هو قوله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله، وقوله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون. بل إن السلفيين يعتبرون كل حكم غير حكم الله سبحانه وتعالى باطل، بل هو كفر بالله سبحانه وتعالى، يكون أكبر ويكون أصغر بحسب حال الحاكم وبحسب ما وضح علماؤنا الأفاضل. قال الله سبحانه وتعالى في ذلك: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. أما من يحكي عنهم هذا الدكتور، هم أشباهه وأمثاله وقرناؤه وأهل حزبه، هم جماعة الإخوان المسلمين الذين سموا أنفسهم زورا وبهتانا في مصر وغيرها بحزب النور السلفي، والسلفية منهم براء وهم بريئون منها، هم إخوان مسلمون من تنظيم جماعة الإخوان المسلمين أتباع سيد قطب كما اعترفوا هم بأنفسهم. وإنما رفعوا شعار السلفية ليخدعوا العالم، لأن وجه الإخوان المسلمين بهذا الاسم الذي رفعوه حزب الإخوان المسلمين صار ألعوبة مكشوفة لكل الناس الجاهل والعالم، فغيروا هذا الاسم ولكن الحقيقة هي فسموا أنفسهم بالسلفيين، وكل الناس يعلمون ذلك. فالسلفيون لا يدخلون في الديمقراطيات ولا في الانتخابات ولا في غيرها من الباطل، فهذا الدكتور كذاب مع سبق الإصرار والترصد. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.